الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيت مثل تستمثين مقار مشطوح الغرفة يتمور تسلم ربي فيه في اللون أكيين يتوز العادة تغل ديال الدور أرثت ويتنون تشار عيدك ما تطافوش أربعة تلفزيون أغنو أزديرين إيو سقردش أين يغد شقام سوالة مسقسين إجمع النطس إكتجن أطاس العامة الغاشير تشكام دوين اللي دعتان يسوالث أكدين إغد سلحقا أيت مثل المشايخ الأساتذة الدكاترة اللي وجبت دمعنا إكتجن يلوين طفر نوفيقين إسفايديا حتى الغرفة تظن غيد أشكر نسن وسن يعطيكم الصحة أفزة دي ترم إذ ودقيا نكوني نسرم يسيد ربي سبحانه وتعالى أغد يتزقيد دايما النية والإخلاص باش نقدم رزق شوفوك يعني سين إيمان سين يعوم من الفايدة تذو تبوسقين في جينس الشيخ صالح مجانية ثم نطينا نفقيت أنسو في سيك مرحبا يسيك بارك الله فيك الله يسلمك سقين من بالك نجمع تطاسي سقسين يكتزينا في ثواشوت معنى يتز يقعنا ثمطوط يقعنا يعني أرقز ثمطوط يعني الزواجات يعني أوك إزرفان بورق إزرفان ثمطوط أفيني إذا قلت لك يوم برجع تيز ودي تستون أنا قيم تكثي يجي ثم قرانتي معنا يجي وإن شاء الله ذين أسفي ذين أكويت مثلنا أما إذا كي زوجي أما إذا كي زوجي نرى باش أنا هكي ويجي أسقسم زوجي الشيخ صارح يونك مثلا يقاردك إنك لأنت كان خارتك لأنت شتكينت لأن هناك أرقزك يظل معك معناها يخدم ناحية في الجهة النار يتعدى في يزرف الحقوق النار السنغ الحقوق النار ما احنا ساعتين الفاطل في النار إنا وكما ثناقين هذا الصح ويقي إذا رويقي الصح نظر ويقي لكن كان ذو الحضور في الحضور. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه كذا عن سيماني والدنيا غيكرا وين يقلن يذناك ثورا سلام ربي ذن قران في اللون سلمك ذا الصح ذا الصح وإذا كان بعدن في الدين مازال ظل من ثمطوس لكن المؤمنين وإذا كان يسعى أمور نسن ذن قران قدين وإذا كان يران ثمطوس عزيزة تسعى القدريس تسعى أمكانيس ذا عليان أما تيمة أما الدريا أما الزواج أما تيذاك النظن تسعى أمكانيس ذا مقارن نكون مازال وذاك يظلم الفنطوث مرا مثلا ديزيد غرغوص تقشيشت وريف الحريس لأن وذاك يذهش لأن وذاك يخلعن ما ديزيد غرغوص تقشيشت هذا يخلع يتفقد العقل نعم يتفقد العقل ثي ذمور الجاهلية الجاهلية ثم زواروث عرض النقل أنك نيوفث من النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى تزيد غراس تقشيشت إذهش وتتسوي ثالث الدنيا ثكنا قار وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون يعني شوف مثل لا يثيم يتصور مثل لا نكتب واحد النيانق الجاهلية إنك ما تزيد غرغوص تقشيشت هذا يروح هكا هذا يروح هذا يرول في الغاشية على خطر ما كنا يوضي تديو اللعيب إذا مقارنة ما كنا يمسخ أما كنا أما 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 كنا يضرى يتسيرا إيه هذا اختيار غير أتيج نتسان دايما أثن بمكان نقارو نيغ هذا تخلص يدس إيس هذا يروح أتمطل تميد دورت أكان يقول ومن بعد سميديوس الإسلام سميديوس الإسلام يجعل ثقشيش نغاقشيش ذا النعمة سيد ربي سبحانه وتعالى الدريا يلزم أن نفرح يسن يلزم أن نفرح سوقشيش أكدا غير فرح ستقشيش كيف كيف نكون يقدين إلا السبوعين من قرد السبوع باش نعبر في الفرحة السنة السبعية منزلو إلا تزلي تزلي غير السنة السنة النبي صلى الله عليه وسلم أقشيش إلا قد زلو في السن وخرا ثقشيش أنزلو في السن خرا
اللي تسمي العقيقة. قرنص العقيقة، قرنص أسبوع على الوعدة. قرنص السبوع، قرنص الوعدة إلى آخره. الفرح. الفرح ذا الفرح أثني زاد القشيش، نيغاثن زاد القشيش، ونعلم بس أنه أنا نربح، سواء أنا نربح نكون ذا الشيء كاع عمر الدنيا تاع عمر يركز عمر الخالث. يعطيك الصحة شيخ. أيا كين يعني إزرفان إزمان واش الدين إثني كان إثم أما كنت إثني سلم كنا زوارنا كل ديال نظام الفلسفات نظام أكويت حسب قبل 15 قرن كين لو ذكر ربنا الحقوق نفس الحقوق إثكان إثم اسمح لي ذلك ماشي كان كونشتا كيتنظلم السماء تزيد إلى قان فرحيس ما لا تقوم شويه إلى قد الصغار إلى قد أسنفك الحقيس العلم خطر ثاني غران تسن جرس ضربي قدين وتسن جرس ذي مانيس تسن جرس ذو ذاك النظم ذعني كلمة ذاك يتظلم ما لا تحبسن داخل وخام ما لا تحبسن داخل وخام و أم انتثى أم يقبشني وخام يعني انتثى أم انتثى أم انتثى مفرج درز قرنيث أما كنو وثل هارا ما كنو ثم عيدنا أنشتين الإسلام السفغتيد السفغتيد يوكنا تعبد ربي السفغتيد يوكنا تحوج السفغتيد يوكنا تزار إيه السفغتيد يوكنا رث أخدم الشغالي السفغتيد يوكن أرثيليا ذا مورك المجتمع التعاون تثذر قز خطر الرسول صلى الله عليه وسلم يقارض النساء شقائق الرجال يعني الواحدة كنا الحن الذكر والانثى انزمر انا وضع المستويات العليا انزمر او خمد يبد بلسنة الجدا يعني انت اكزيت تسعى الام يمت مزوار دائما السياق ملك عبد الرضا الشيخ نعم هذا انا الشكل بغارة هرويسي حتى ما الا ظلام انت من طوث ميلو تنشور ارام ظلميت خطر يوم خميس الى قضى هذا الشاور الى قضى الشاور يماس هذا الشاور يليس هذا الشاور الزواجيس هذا الشاور والتماس قوينا على مرة المستقبل تدو سقسي افتاقيا افتاقيا كويا اسقسي ويسين اطاس يدي سقسي في الاسم امي يرقز من الخارج نند اشو تقار تشارعيث وين اي لزمن يلي سنا والتماسنا تنسي تيرين افزواج بلو كنت فغارة نعم كاي يخدم ثانيا هذه رجل قد يروح ولي يعجب الحال انسان ماشي انسان هاتي جا غادي يسبب هاتي جا كنا تقيم بلا زواج تغر زمر البعيد تقيم كن طول حياتي تغر هذه العاني ساكني قرن السودان تعرفت قال ستنبور ستنبور تغر ستنبور اتبور لكن ايناف تقيم كي يعني الشيخ ذا قد في الدغ مليحة في تيزي بوسا ثلاث مسات خارصو ميت مورتين انا يسيس مرافضا ذا يقول ذا القران عند مثلا ما واش الفرق ولاش الخلاف ما خلاف قال القبيلي ذو مرافض مين ولا اطاسي انسن الغاشي يسيس انسن ودي في الدار مرافضا غورسنت يعني انت خص والو انت خص لا العقل لا الفهم لا الزين لا القرايه ولكن مودي في الدار مرافض قيمتك كملت اكنيا ارضا اهدن ترفعين اللي تذكي يا اهدن 50 ذاني راه فلست تماشين تنزواج مش هو اسم مرضى الدينير كان كاستساوي نفذو واقيا اي لازم كان الوسيلة الخارس اتزوج شوني ونسي اتنوس في نارا لان ذاك اتنوس في نارا يا قاعد وسيلة سياجي فهرا اكو تمثل تاكين قمرا فضان مثلا السكوري دو غور ذا مقرا إسنا ثنت مسالينا يا تسمى ذا ظلام انت مطوف ذا ظلام انت قشيش ذا ظلام انت وليت على خطر تمثلت الزواج فعنا بابيس فعنا بابيس بالدرجة الأولى فينا لا يجوجنا كن ذوينا لا يجوجنا كن نكون غير مولان يعني الوالدين حفظا وذعاونا هذا عاونا أمثلة هذه الزواج اللي ذا مربوحة أمثلة هذه الزواج اللي ذا سعدية أريد مرارا الباباسيون هذا يرغم أنه هذا يخدم بالسيف في الليس أتفك الزوجي فلان أتفك الزوجي فلان ذا يثورا على خطر
الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إن يعود لك تقششت سواء تين إلا أنت مزيت كويت نغثين إلا أنت زواجية كانت النبرة إلى آخره ثم زورة قرنص البكر فيظنين قرنص الثيب البكر تستأذن والثيب تستأمر تعرب عن رأيها صراحة. نعم يعني البكر تستحي وجماد تطيح تستحي إلى آخره، ولكن يلزم هذه الحوار يلزم سفكن الرأي وأتعبر في الرأي ميلة السوس معناه قبل ثبها ميلة ثند آلة ذا الرأي سري أري ذرون ذا يثنو بقى روحنا الرسول صلى الله عليه وسلم فرح يثن تقشيش تغن النبي صلى الله عليه وسلم ثنية يا رسول الله ثنية بابا يفكي الزوجة يون ورعلي مغرى نشرت النبي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يستمسل تجري فسني مثلا فبغيض أتكمل ذقوين يخدم بابن فبغيض أتبضل أستخدم الحد تقشيش تنيا ثميز تعاود تطلق الرسول صلى الله عليه وسلم مثل الناس نكي قبل أسوين يخدم بابن فبغيض كانت بينا يتقشيشين باللي وسعينا للوالدين نسن باش كنيا أثنرهم نيغ أتخدم بالسيف في سيت سأل الحق تخفر نسعى الحق أتخفر يبقى ونريد تران ينخذوا بعض ونريد تران ينخذوا بعض خطر وقيد صحراوي وقيد مرافض وقيد نعم يعني هذه تران ينخذوا بعض يسديون ولكن وريلا ربو ذاك يروان يسديون وريلا ربو ذاك يسعى المنصب يسديون ولكن يبعد يسديون ولكن ما تشيض مرافض كذا نقار يسديون ولكن وديزكارا وسعي غير الفايده الزكس وسعي غير المصلحه الزكس بابا سنين غير ما سنين انشتايد الجريمه في حق الفتاه خاطر تقشيش النقاب انت ثري جوج بالدرجه الاولى انت ثري خثيرا ومن بعد ممكن ما رصد نختار ما الا العدد نختار قصد نختار وين رت يرفدنا يسعون الفايده هذه قال يسعون الفايده الرسول صلى الله عليه وسلم إما لا يغض المقياس أم خير نزكوش من خول فيث إنك ذي أتلي الفتنة تنقرات إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. يعني إلا قلنا أنا نحقق ملح بالجملة إذنك الرسول صلى الله عليه وسلم إلا تفعلوه يعني مما تشدوا يذ المقياس يتخدم من الزواج ما ماشي ذوي هذا المقياس أثنى ذيلي الفساد أثنى تيلي الفتنة تيلي الفتنة خطر ثقشيش مخمض في السيف ثفكيت ونث بغارة ذي الفتنة كان يضرون ما إلا ثحبصت ألم ما يساد ونث بغارة كشون بعد دي تسارع أثنى ذي الفساد كان ذي الفساد كان يضرون وسيدنا علي إنك زوج ابنتك بمن يتقي الله إذا أحبها أكرمها وإذا أبغضها لا يظلمها فكي ليك المقياس نظن فكي ليك وني تقود الربيع خطر ما تحبيت أتكرم ما إلا تتحب راه وتظلم على خطر المؤمن ورضا الله راه هذو هي المقاييس المقاييس إنسي نزمر أنعاون ثولي تما ولكن راه زوج أعطيك الصحة كي عفوا ربي الشيخ صالح اسقسي واش ولتاكي بوساكيا يقرب لي الى يومين مزيان يروح حد يخطب يوت المزيت من صخم انت بالك كنتي سينا مليح مد تفع تقفلتي ترست لبس لبس الحشمه لبس الشرعيه حسو ولا ولدك ولكن وذمي سدي فاسن ولا حاجه تبان ايفرنت ايفرنت دي ناس يمكن الحاله كين كان وقف الغاره خاطر اللي قد توالي سلف سني ظن داد فين ما فاتني ناس هاد فين مال هادي فين الزيد يسوى هادي فين حاجه كي باش هادي يطمئن فهمتي انا اللي دار الحديث النبي صلى الله عليه وسلم اسقسي اسقسي ملي شو دي قار الشرايط قولي تخدم تقشيش تاكيا يمد يمد في كني مانيس في كني مانيس سلف سان يسطران و يعني
دلحيه وقيد الاصل دلحيه اشو تقار شعال كوني تخدم مكان تسات خرسو ما قيد اني وفاتين السبان يروحوا بالك وديو غالي راك على كل حال سنين انا تشتا يمكن انا تنشكر طاس طاس سنين انا اعطيكم الصحه سنين انا على خاطر تفقد دينيس على خاطر تلتزم الشرع مثل سا مثل سا اللي بس الشرع يعني درس الذنو اللي بس الشرع دون صفر وثم طوث زمرة تفوق زمرة تروح تحول زمرة تروح تزال زمرة تقابل يخذيبا ما إلا تصفر مانيس يعني أتصفرك البدنيس حشا وذميس لفسنيس إهي نكوني كان إن شاء الله أسنين يعني يحجبنا كمانيس يعني أنا ثيد الإلسان كان لبس يعني يصفرن الحجاب يسقارن إن شاء الله تيلي يعني ذي الصح ذا ربي ثوقاذ ذا الصح ذا الإسلام يتخدم ذا الصح ذا اللي بس الدين يثبعنا تصفر إيمانيس نتسان ربي سبحانه عز وجل إن يزد يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وإن يزد ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وإن يزد وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمورهن على جيوبهن المعنى اللي يتكوث المعنى اللي يتنقر يعني ثمطوثي لزمت اللباس أريس ثرنا كل جسم سكن الدنكا ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها العلماء قالوا ما ظهر منها يعني أذم أوكث ذي فسن ويدو سنة كان يخضب الجمال تسيلي قوذم وذم الدليل للجمال أي نور زميرا أثي زر زميرا دي سقسيا والتماس زميرا دي سقسيا أي ماس فتكشيشتيا ولكن ونرى أري برن في درن سبيا أثنى ورديق ولكن قاركيا على خطورة السعيدش تخسر والتماس رأي السعيدش تخسر مدام انتث تبغى الحشمات تبغى أسطار وي يبغى تنفضح يبغى انا سنين وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم واين تخدم كان دين الهان ونكون الخضوب يعني يلزم هذا يخضب العبد نعم يلزم ذي زر فخذب ثانيس ولكن تزر فنشتا وتزر مع محرم يعني تزر شي واحد نتسث واش الخلوه تدخلوا خام نتسث ديماسنا نتسث ديماسنا نتسث باباس قمنا مصر وين راه يضرونك وكايا اماكن الاجانب يعني مازال في فترة الخطوبة كنسقى قبل نساعدي تم تاكي اللي في سامنا مكيتوش انتي لوينا اش عندنا شي خسر حتى كا في قشيشنا في حذاينا ثلاثنا اساس طاقم دور القفايل حتى نوتي محرمت طاقم دور اللي سكمام تيم حرمت اكو ساكي خفيفا اش تقاضي اللبسه نتاكي هو اذا اللبسان الشرع خاطر نكون اللبسان الشرع وليس على النوع كان معين اللبسه كنسقى لك ذا زوران ذا يربع كيف الجسم لا يصف ولا يشف الا في ديارنا كنا نتمور في القبائل تتمحرمين الى اخره مره ولا ذي اللبسان الدين ذي اللبسان الستر ذي اللبسان يدرنون الهيبة عن ثمطوث يدرنون الشباحة عن ثمطوث يدرنون الشرف ذا نطرة عن ثمطوث يا فور بشي خاطك كان بجزاد نفكين عطاس شوال دي تروحنا كان قارن يما ولا نسانا شما تظلم السقندور شما كذا يقل ترف شما كوين العين يظن عطيك صحة ثانت فكين تسيد لباس ذا شرعية تشرعية الجدود عطات شكادني نيقان فدل ما انني هذا نقق في الوايه كي يفغي وفريد هكا كي الشيخ ذاك الضغيط يو قوم ثاني يسقسي ان كيون وركز جو ثم طوس الحمد لله بعد سكو صنع من يرزقني دار بسكرود كي كان كي كان بعد عامين مخروق ثاكي رحت بدل الدين صغرت روميث صغرت كريتيان صغرت مسيحيث يحارث ورم كي يخدم يس هذه كمنا إن ثقيدس
هذه حفاس يا نathan للدرية جرسن أمي أشا أون دشاف أتنصح أم بس كده سد أشوف قار الشرعي ذي الحوال أمتي والله النصيحة نكون يوم أولا الارتداد عن الدين يعني ونعرف أعرف عن قد الإسلام قد النظام هل تصحيف ويا كده ظلام غود بلا حتى تسوى عن وبيع أنت أكن الأطماع إلا إلا ذا شيء تنصدم عن إلا ذا شيء يتخمي من الآخره وريسين الدين نسيك لكن وريسين الدين يبغى كذا يروح يعني أتفضل الإسلام من ثي السنة مليح والمسيحية يقول هذا حكاية ورعني مرة كويس وإنما يسلك تروحوا للمدينة خلاص كذا تندمج بالك ذا هذا الشيء ولهذا نكون ذي الوجب خمنا أن لذ المعلمين اللي قن صغار مليح اللي قن أسنس عني وندش ذي الإسلام وأسنس عني وندش ذي الدين النظم ولكن ثقشتين إن شاء الله مدام يجوجي يدس مدام يددي يدس مدام يسعد الدرية يدس هذه حاولة ذي الزر إن شاء الله بالك ما تشير الارتداد ولكن ما إلا متاف ما زالك إني فرح قبري ذي ممكن المسيحي يعني تختار الدين لأن نظن فوق بالإسلام وهي أسنيني مرتدة مرتدة ولا بد ذي تسوي فرق هيرس هذا تسوي فرق هيرس ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر وهي بخلاف قالوا كان تمسيحي تنصلي يعني بالاصل تمسيحي يعني يوني جوج ترومي تمسيحي مع اهل الكتاب اهل الكتاب ازمر هذه جوج يدس على خاطر ربي سبحانه عز وجل قرض وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من الصحابة لأنه ذاك جوجن مسيحيا ومنهم سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه إزوج ديوث مسيحي ومن بعد ثغال تعتنق الإسلام عن طواعية يعني نتاثك اختارا سلف غينس ثغال تنسلمت إيه الثمسلتين ذا ارتداد يعني ما نجبت فلاس التواغيث تمقرنت في الدروكة إلا نوذاك يبغان الزنطيوغا قل مزيننا صل مزيننا على خطر نشتايا يقلود سل خسارة يقلود سل فساد ذم قران يخلون يخامن يفرق ثلاثي وشولين ونرى أرار تدن أشحال الحقوق أصيروح الميراث أصيروح الزواج يعني يون ميلا يرتد غيست ربيع وريج بجارة تنسلمت نوري بجارة إيدس وري ورثة ربا بس وري ورثة أو ورث نار وري وسزكس وري مطلارك في مقبرة المسلمين وتزال الله نار في الناس أنشتا يوكيث أو بعد أنشتا أسن مالدي ضرو وانشتا أفنتظرت ثواغيث العائلات أفنتظرت ثواغيث كثواشوني في الدروكا يتقصد إيه وذاك إكس دينا إشتا نشتا تقصد خطر ما يلو رزمير نارا هذا فرقا غير العباد سوي النظام وكيف نبغي إليه إلي يسد الله شمو خذي يسد حتى زيكور غرينا رمساكيث ذي أميين أش مو رضا يدسن ما الدميون الدين ما الدميون في القبلة ما الدميون عاشن ديث مثل عاشن قوان عاشن زمرن أنشتين ذنشتين زمرن هذا استضعاف الأمة هذا استضعاف ولهذا نكون يغادنين يخيران يسيطنا يغدي زرن سوى حتى هي نغراو نغدي زر الشباب مرة أسنو لري كل يوم هو أشتعل خطر أشتايا ضال ظلم قرار ماشي ذكر أنا الربح يقل ندين ولكن ده الخسارة الدنيا ثقب الله كيعرفوا بالشيخ سؤالا قالوا يسنى دقائق كان كاسم مولا يوم قمتنا يسقسي تدون دوسان الفروح تمغربين إنك تكوت تقوس أنت العرضة ثقيل إنك هل يوم جاي يخدم العرضة ثقيل هذه يروح ويسرح أنا كان كسم أو لله هناك شيء نعم لابد هذه يروح لابد هذه يروح ولكن بشروط وقبل أدني إن الشرط أدني هذه يروح على خطر لعب ثم غران الزواج والفرح الفرح ولا الفرح حري وحس واحد لابد كان يسنقارن كنا قارز قل فرح ناقل القرح سوش قوي ذا فرفض العبد أتفض ما فرح ذا نعم ما فرح الحظ إيه حتى الرسول صلى الله عليه وسلم إنك ما يغرى يديون ثم غرى خاصة ثم غرى الزواج إنك يلزم أتروح ذي الآخر من حقوق المسلم على المسلم إذا فين نسلم فين نسلم نعم ولكن نغض بشرط
ما إلا أين يظهرون دينا أذين المرأة ذي الحلال أذين ذين قبل الشرع الخطر تسوى عنه بها ما رأنا نروح كنا خط مغري وإن إلى آخره ما رأنا في نوري قبل ربي أن أين إلا عند الحرام ذينا المسلم يلزم أريد الحرام أعطيك الصحة كي عفوا في الشيخ سوني غسر حقد إذا ملتقي بوسع إن شاء الله تعطي درس في دار ونعطيك نظام 60 البركة إن شاء الله وتمتنا كي كي نصوت تاكرا ندويل تاكي بوسع وتعطي عاد نغار غور ونينو بقاو على خير والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.